اهلا بيكم وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في حلقه جديده ليله القمه من الاهلي خط احمر. اهلا بيك يا اسامه. اهلا بيك يا فارس واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامجكم التجدد الاسبوعي كل يوم سبت من 9 ل 11 والاهلي خط احمر، وان شاء الله تكون ليله سعيده. ان شاء الله بكره باذن الله نحتفل بالفوز بثلاث نقاط في مباريات الدوري. ثلاث نقاط يا فارس مهمين جدا، خاصة ان هم مع المنافس، وعايزين نحط المباراة في اطارها الطبيعي. ان شاء الله النادي الاهلي ليلة القمة عنده مختلفة. خدنا القمة في ظروف كتير في اوقات كتير على مر التاريخ. اوقات كان في قرارات انضباطية خلتنا نخوض القمة بالناشئين وكسبنا. أوقات كان في قرارات انضباطية أو تغييرات خلتنا نقود القمة بمدربين مؤقتين وأيضا كسبنا، بس القصة مش في الفوز والخسارة. النادي الأهلي لو على مستوى القمة هو طول الوقت رقميا في القمة، ولكن القصة إن النادي الأهلي في الظروف اللي زي دي معودنا إن كل واحد في منظومته بيدي أفضل وأكتر ما عنده. عشان كده النتيجة بكرة كل شيء فيها محتمل. النادي الأهلي عنده ثلاث مباريات مؤجلة أقل من نادي الزمالك، أعتقد فوزه بكرة هيديله أريحية أنه يقدر يفرق بثمان نقاط لو فاز مبارياته المؤجلة. ولكن القصة كلها مش في النقاط، القصة اللي احنا مستنيينها أن لاعبي النادي الأهلي وجهازه الفني يدونا رسالة جديدة من الرسائل اللي طول عمرنا كأهلوية شجعنا الأهلي عشانها، أن النادي الأهلي في الأوقات اللي زي دي بيكون كيان استثنائي مش زي الباقي.